السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فريمد وفيديو على غير العادة. مثل ما شفتم في عنوان الفيديو، كشف حقيقة المسافر عبر الزمن والذي كان يدعي بأنه استيقظ من غيبوبة في عام 2027 ولا يوجد أي كائن حي ما عداه في كوكب الأرض وبالتحديد في إسبانيا. هذا الشخص عنده حساب بالتيك توك فيه الملايين من المشتركين والملايين من المشاهدات. كان يدعي أنه مسافر عبر الزمن وأنه في عام 2027، وصدقه الكثيرون سواء عرب أو أجانب، خاصة عندما تحدوه المتابعين بالذهاب إلى مناطق وأماكن سياحية وغيرها، وهذه الأماكن مكتظة بالناس. ولكن المفاجأة، لا يوجد أي شخص وفاز بكل هذه التحديات. أنا صراحة لم أصدقه، بما أنني مسلم مستحيل أن أصدق مثل هذه الأشياء، خاصة عندما دخل لمحل ملابس بيع أقمصة فالنسيا النادي الإسباني. رأيت قميص فالنسيا لهذا العام موسم 2021-2022. كيف لهذا القميص 2021 أن يكون في عام 2027؟ بالتأكيد هنا اكتشفت بأن كل شيء خدعة، ولم أصدق من قبل، لم أصدق هذه الخدعة. بعد أيام من المتعة والإثارة مع هذا الشخص، اكتشف بأن هذا الفيديوهات عبارة عن دعاية إعلانية لفيلم أو مسلسل إسباني سيذاع على إحدى المحطات الإسبانية. جبت لكم تقرير من موقع اليوم السابع عن هذا الحدث المثير للجدل. بعد أيام من المتعة والمغامرة مع الناجي الوحيد كما عرف على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، في الأيام الأخيرة، قررت إحدى شركات الإنتاج الإسبانية كشف عن حقيقة هذا الشاب الغامض الذي أثار الجدل حول العالم. وكشفت شركة إسبانية على أن إنكو سبوريفينتي هو مسلسل جديد سيطرح قريبا على إحدى الشبكات الإسبانية، وتعد الحملة التي قامت بها هذه الشركة فريدة من نوعها، حيث استطاعت أن تثير الجدل ليس فقط في إسبانيا وإنما في كامل العالم. وبحسب المنتج التنفيذي للمسلسل، فإن الشركة المنتجة قامت بإنشاء حساب جديد على التيك توك للترويج عن العمل بشكل جديد، يعني بطريقة جديدة لا تخطر على بال أي أحد. وفقا للتقرير الذي نشر على موقع هذا الموقع الإسباني، ومن المقرر الإعلان قريبا عن موعد طرحه، على أن يدور المسلسل الإسباني حول قصة فريدة وغير المتوقعة والمستحيلة والمثيرة والملحمية لشاب يستيقظ في مستشفى بمفرده في العالم ويعتقد أنه في عام 2027، وبالتالي يقوم بإرسال رسائل إلكترونية للساعات والأدوات الرقمية التي تشير إلى ذلك التاريخ بالطبع الذي وجده عند استيقاظه من الغيبوبة. وبالتالي فإنه بفضل قدرته على التواصل عبر الانترنت مع الناس في الوقت الحاضر في عام 2021، اكتشف عن أنه أيضا في عام 2021، ولكن في واقع موازي ما يزيد من الغموض في القصة. عندها تبدأ الحبكة في اكتشاف كيف وصل إلى هناك ولماذا، وما هي مهمته، وكيف يمكن العودة إلى الحاضر بفضل مساعدة أتباعه. وعلقت الشركة المنتجة لهذا المسلسل في بيان صحفي قائلة: جذبت هذه القصة المذهلة من الغموض والمغامرة والخيال العلمي اهتماما عالميا بسبب الجماليات مقاطع الفيديو الخاصة بها والتي لا يظهر فيها الأشخاص والحيوانات بالطبع ولا كائن حي ظهر في هذه الفيديوهات، مما يعطي القصة صدقا هائلا، حيث يضم حساب هذا الشخص أكثر من 3 ملايين متابع وأكثر من 600 مليون مشاهدة بين التيك توك والإنستغرام. وفقا للشركة المنتجة، تفاعل كثير من حول العالم، إلا أن هناك بعض البلدان التي سيرت فيها بشكل كبير، ومنها المكسيك والبرازيل وإسبانيا. أوكي، مثل ما شفنا هذا التقرير اليوم السابع، ثم قولوا لي في تعليقات هل كنتم متوقعين أن هذه الفيديوهات وهذا الشخص يطلع إعلان لإحدى المسلسلات الإسبانية؟ والله طريقة جديدة جدا، الشركات تتنافس على طريقة الإعلانات. توقع بشكل كبير جدا أنه سيكون إقبال بالملايين أو بالملايير على هذا المسلسل بالطبع. والله أنا مثل البعض أنه كان يتوقع أنه هذا مجرد مسؤول في إسبانيا له الحرية في التجول في الحظر عام 2020، يعني عندما كان هناك حظر شامل وكان فيروس كورونا عند بدايته بالطبع. يعني كل الأقاويل والأحاديث التي كانت تشير إلى أن هذا الشخص مخادع، لكن في الحقيقة هو ليس بشخص مخادع وإنما هو دعاية فقط لمسلسل. والله شيء خرافي جدا أنك تشاهد دعاية
مثل هذه الطريقة الجديدة التي لا تخطر على بال الكثير من الشركات، الشركات الكبيرة بالطبع. هذه الشركة لا أعرف ما اسم هذه الشركة، ولكن برافو برافو برافو. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تبخل علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وشكرا لمن شاهد الفيديو للأخير. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك وأحبابك. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.